رانا لهنا اليوم دولة التاسعة اللي رانا نمشيو حنا طلبة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة أنا توجور في إضراب مستمر وما نسكتوش حتى نفدو كاع المطالب تاع الشعب وحنا الطلبة نوصلوا رسالة باللي حنايا هي الطبقة المثقفة حنا طلبة واعون ورانا رافضين لهاد الحكومة ورانا رافضين لهاد الحكام ورانا مع الشعب كما قلنا نحيوهم كاع ما كاش مارش اغيير سي سام يقدروا يعطونا دي فاكونس يحاوزونا ils essaient de nous séparer grève pas grève on est là on est tous unis peu importe nos idéologies peu importe nos visions pour l'Algérie future.